حاول اخليكم تشوفون، بس مشكله الناس ما قلت لكم مضبب شوي. هذا درام الزباله وهذه البالونه. صباحكم الله بالخير بفيديو ثاني بقاعده بلوشه. هالمره هذه فيديو جديد، فلوج جديد من الحجر المنزلي. ما باقي شيء ان شاء الله بيخلص الحظر المفروض، او ما ادري راح يمددونا ولا ايش راح يصير، لكن الارقام بالكويت قاعد يوم عن يوم قاعد تصير اكثر. الحالات قاعد توصل باليوم تقريبا 900,000 ألف وشوي حالات في اليوم الواحد، فالارقام صراحه كثيره. واصلا اوريدي في حظر شامل بس ما شفنا اعداد تقل، او على الاقل يمكن الاعداد ما زادت. فالله كريم، ما ندري شنو بيصير بالايام الجايه. على العموم ان شاء الله باقي شويه ويخلص الحظر الشامل المفروض على الخطه الاساسيه، وهم بنفس الوقت راح يخلص الحجر مالي. انا نفس ما تدرون 28 يوم لازم حجر مؤسسي ومنزلي من المجموع مالهم، مال اللي شفتوه بدايه البلوجات، والحين هذا تكمله حجر منزلي. المهم فان شاء الله من يخلصون الايام نشوف شنو بيصير، بيمددون الحظر، بيسمحوا لنا نطلع، بيصير حظر جزئي، بيبين ان شاء الله مع الايام الجايه، وراح تشوفون ان شاء الله كل التفاصيل هذه. وقبل ما نبلش البلوج هذا حاب اني ابارك لكم مناسبه العيد، عيدكم مبارك وعساكم من عواده، وان شاء الله تحولوا لي عيادي. لا لا بسوي. طبعا انا بغيت البس دشداشه بس للاسف قعدت ادور ما ادري وين دشاديشي، اتوقع الوالده سويتهم فوط حق المطبخ او شيء كذي، بس لا اتوقع كلهم صاروا صغار اوريدي. اصلا مره اصلا لابس دشداشه يمكن 2018، حتى كان اشتى يعني شهر 12، هذه الصوره اللي تشوفونها، غيره ما عندي. فتبون تشوفوني بدشداشه؟ هذه الدشداشه لبسناها بس. يلا طبعا النعال تكرمون، لاعب لعب ناسه شغل عدل حبيبي، ما انت غشمر. يويو كل شوي اخذ تليفوني يدش انستغرامي ويشوف صورتي هذه. هذه اي صوره يويو؟ علي وين؟ بالمطعم. بالمطعم زين، يلا اكتب له كومنت. وين انا انجليزي؟ يا بالانجليزي تبي تكتب؟ شنو بتكتب؟ هنشوف الله يستر. شنو هذا؟ كومنت يعني زين، يعني نعمة. يا جماعة هذا أقوى شيء بقوطي الماكنتوش بالنسبة لك، أنت دورة دوارة لازم تعطيه أبو هذه، تقعد طالع كذي. وطبعا لازم لما تخلص القرطاس تسوي كذي، كنا نطالع كذي الدنيا كلها تصير أحمر. ها يو يو إيش قاعد تسوي؟ قاعد تسبح. هاي تسبوحة العيد ها؟ قلت تسبوحة العيد. تسبوحة العيد؟ شنو قصة العلم اللي هناك مغرقة؟ يعني انت بغواصه ها؟ في حرب في غواصه. طبعا الحين فتره ان الناس تمشغل من 4:30 ل 6:30، فتشوفون في ناس قاعد يتمشون هناك، وواحد ثاني هناك، وواحد ثالث. ها ايش قاعد تسوي؟ مجسم مشات قز انت ولا شنو؟ ولا طبيعي؟ طبيعي انت؟ طبيعي ولا شنو؟ طبعا لازم قبل كل مناسبة او عيد او اي شيء تطلع حبة بوجهك ولا هذا، ففعليا صدق طلعت حبة هني، بس الحبة مسكينة ما تدري انه اكو عيد وحظر قاعدة بالبيت يعني. ها ايش قاعد تسوي؟ قاعدة اسبح. قاعدة اسمع يا جماعة. الله بو علوة. قول بو علوة. اوه طال الوالد شنو جايب حق يويو ولد اختي؟ بالونات بس كذي يعني 50 بالونه، لا اكثر والله 111 بالونه بضغطه واحده. الحين راح تشوفون شلون يصير. شلون يا جماعه صاير؟ تحط الهوز هني. لحظه شو عمر قاعد تسوي؟ زين انطلع قاعد اسوي؟ حول ما راح ابوق. ليش تجي؟ حطينا الهوز هني، الحين البالونات كلهم راح يتفخون ويطيحون كلهم جاهزين. ايوه شوف شوف شوف، يعني اوريدي هم رابطينهم وجاهزين، بس تعبيهم ماي وكلهم يطيحون. هذيلا حق مسيره نار حق فبراير. شلع لا تشلع، خليه ينترس. شو عنيد عنيد بكرشه. انترس ما انترس. يوسف قاعد شفت بطيتهم. نارك نارك. ناخذ لنا واحده. شوف بحذفها بالفريج يوسف، اوكي؟ اوكي شوف 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 ها. شوف 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 شوف. صحيح. احذف يوسف. ايوه. حذفته داخل. طلع يا جماعه يوسف حذف واحده وما انبطت. انا غلطان قاعد العب معاه، شوف سوى فيني. شوف. مره دمر هدومي كلها، كشخه العيد راحت. عبد طبعا كاسخ لابس وردي، يبي نحذف عليه بالونه. راح تمسك؟ ترى حق يوتيوب يعني غدره لازم. خل نشوف ابو علوي يمسكها ولا لا. انا شوف ترى يوي مغرقني. شوف هني شوف هني، يعني زياده الخير خيرين. هذا النشان ها؟ لا لا شوي شوي. بنسوي تحدي انا العبد، وين نوصل؟ من اكثر واحد يوصل بعيد؟ ان شاء الله بس ما نحوش احد يمر فجاه بالفريج. عطى ابو علوي. ها 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 شوف شوف شوف
اوكي شوف انا اشوف انت وياه لو وصلت اكثر منه تعطوني لايك اذا ما وصلت اكثر منه هم تعطوني لايك يلا خلي يلا الوقت اليوم على السيارة عند التاير طبعا شوفوا شنو الوالد اعطاني عشان نجرب الحين دربيل بشوف من بعيد خلينا نشوف شلون يكبر الفيو بجرب بشوف بس يا اخي المشكلة انه ضباب يعني حيل حيل قوي بس انه حيل يعني ضباب الرؤية مو واضحة بس الا نار حيل قاعد اشوف قريب يا جماعة شوفوا هناك الشاليهات الحين بحاول اخليكم تشوفون بس مشكلة نفس ما قلت لكم مضبب شوي شوف الا والله مبين شو 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 طاش بعده هذا درام الزبالة وهذه البلونة شوف 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 ها 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 اوه كادت هذه الرمية الثانية ها 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 اوه حيل قريبة الرمية الثالثة ثالثة ثابتة يقول لك ثالثة ثابتة شوف 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 شو. لا ما له شغل صدقني الرابعة ثابتة شوف 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 ركز ركز انت معها ركز اوب لا اي لا يلا حمني تكون خمس دنانير يلا 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 ها لا مو سياره يلا سموحه رويلي جيران يعرفون يمون عليهم هذا ها الحمد ها ها فعلا هلا 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 تحمني مو زين عطني خشتك اياهم اشوف شفت اشوف بايديها بس بشوف عطنا عندي مو صرت هذا انا ما توظفت لما توظف اعطيك ها هذا حق يويو اشوف اشوف كم عطوك نشوف ورنا ورنا الحمن نشوف شنو يعطونا عيادي نشوف يوسف عطنا عطنا انا خش لك جيب عيد مبارك يويو جيب انا خش لك عيد عيد عطني عيد جيب انا خش لك اياه اعطيك اياه بعدين بس ما قصوا عليك قبل عطني عطني لا 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 تسمع كلام امك جيب قول لها عطني يوسف عطني عطني عيدية يا أمي أعطيك خمسة كندر ما 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 نفع فيه يوسف لسه ما يسمع شو مرة شنو أقوى كبر تخش شارة كبر التليفون أقوى كبر قصدي أقوى بوك ها شو حمل وين خاشم وط الإضاءة كذي عشان نصور صورة العيد لازم يعني كل عيد نصور صورة رسمية العائلة كلها تجمع فنصور هني تجي هذه خلفية ونصور يا الحمن يلا يلا ركب ركب أيوه ضبطنا الإضاءة الحين نصور ان شاء الله شوف شوف هذه العيادي ها حطهم هنا بس للاسف ما ضبطت الخطه ما قدرت ابوق لا من ولد اختي ولا من اخوي اصلا عادي يا جماعه بس انا اليوم كنت صغير اهلي كانوا يقولوا لي ايام العيد يعني ان عدنا عدنا عياديك اخشهم لك وبعدين ان شاء الله اعطيك اياهم انا اخشكم تعال ها والله ولا بس احنا بيتنا اللي يسوي فينا كذي امي من اذكر ما صغير اخذ عيادي عدنا عدنا اخش لك اياهم للحين ما شفت شيء يا امي أنا طالب تعويض ترى طبعا هذه غرفة الحمن أنا مستانس عليها لأنه هو مضبطها وشغل عدل يعني إضاءة وألوان شاشات هني وشغل عدل بس إن شاء الله أنا قايل من يخلص الحظر وتخلص لازمة راح أروح وأضبط غرفتي وراح أسوي لكم فيديو كامل عن تضبيط غرفتي يعني بقط عليها وبطلعها بشيء وايد مرتب إن شاء الله فأشوف إن شاء الله بلوقات الجاية بإذن الله راح تشوفون تغيير الغرفة كامل وإذا أحد عنده أفكار أو شيء كذي حق الغرفة ممكن حزتها عاد هم تدزولي بإنستغرام وسناب شات وتقولوا لي أفكاركم علي حط كذي في هالمكان الفلاني يبيع هالشغلة الفلانية الحلوة أحد منكم مثلا يبي يعطيني شيء رسمة لوحة أحد راسمني واتفر يعني المهم كذي وإن شاء الله بضبط غرفتي ووريكم شيء إن شاء الله يكون وايد حلو المهم يا جماعة لهني نختم الفلوج أتمنى هذا الفلوج عجبكم إن شاء الله في فلوجات جاية بالطريق وان شاء الله المفروض ان خلال 4-5 ايام راح يخلص الحظر وعلى الاقل نقدر شويه نطلع ونغير جو ونصور لكم شويه اوت دور وهم ممكن مثلا امر الشباب وغيره ونصور لكم نفس ما كنا نصور قبل as always stay positive use this and smile bye